قال لك لا، بيقولوا السوري السعوديين حقهم، نحن ما عندنا مرشح. وقعدوا معهم وما قدروا ياخذوا منه كلمه لا ايه ولا لا ولا بمانع ولا بايد، انه بهمنا الرؤيه البرنامج وبضوءها نبني على اشياء مقتضاه. هيدا الموقف السعودي. واجا الوزير الدوله بالخارجيه القطريه قال نفس الحكي، لا طرح اسم فلان ولا علتان بخلاف كل ما يقال. على الاقل بكل لقاءات اللي عقدها ما طرح اسم اي مرشح، قال ما في مرشح، ضل تحت سقف موقف دول الخليج وعلى راس المملكه العربيه السعوديه. قال لي صندوق النقد شو بيعطينا؟ مليون مليارين ثلاثه، وهلا وعدنا النائب كان عام في مليار دولار على الطريق بدنا نشحنهم. لا جد هو قايل هذا من ضمن شروط يعني صندوق النقد، هذا ما بكفي. هو صندوق النقد جواز سفر لا تقطع تيكت تروحي على الدول اللي قادرة تساعد ملايين، اللي هي دول الخليج. دول الخليج نعم، وهذا كان معروف من وقت مؤتمر شو موقف حزب الله من صندوق النقد؟ سمعنا كلام الأخير طيب، بس في كمان بالمقابل استاذ محمد سمعنا كلام صحيح انه طيب، بس ما كلنا منقر انه اموال صندوق النقد ما بيكفي لبنان لكرمال يقوم من هيدا الانهيار اللي هو فيه. نحن بانتظار المساعدات من دول الخليج تحديدا. بالمقابل غير التصويب من قبل حزب الله على صندوق النقد، في رأي حزب الله وحركة أمل بيقولوا أنه نحن ما بدنا نمشي برئاسة جمهورية مستفزة لدول الخليج وغصبا عن دول الخليج، وبالتالي كرمال هيك منيمين القصص لتكتمل هذه التسوية. ما بكفي يعني إقرار بعدم وصول أي رئيس يستفز دول الخليج ما بكفي؟ بدي أقول لك شغلي، هي دول عندها مصالح لا أنا ولا أنت فينا نقراها بالعمق. بدنا نحكي شوي عن صندوق النقد. موقف حزب الله ملتبس، معلش انه هيدي بيرهننا بعدين الامريكان وعبي بيدعموا ناس بس ما بيعطل. اسمحي لي شوي، بس ما بدنا تدخلات خارجيه، بس بنقبل بفرنسا تجيب لنا تنتج تسويه شرفه هاي لانه بكون اياها كمان. يعني في يعني ما فيكي تحت سقف واحد تعيشي بجملة من التناقضات لكل واحدة بتلغي التاني. طيب بس هو لأنه كمان في ثقة يمكن بالجانب الفرنسي، أنه الجانب الفرنسي معترف بحزب الله مكون لبناني لا يمكن إلغائه، بتروح عند الأمريكان أو بتروح عند بعض دول الخليج باعتبار حزب الله أنه هني بدون يلغوا حزب الله من الساحة اللبنانية، ما عم يعترفوا بتمثيله النيابي وتمثيله الشعبي. أنا بدل مش هقول، أنا برأيي مظبوط عنده وزن أساسي بالمعادلة، مش هقول لك نعم، بس الفرنسي ما عنده شريك، الفرنسي ما عنده شريك بلبنان. الفرنسي تخلى بملء إرادته عن كل شركائه، بيطلع الرئيس ماكرون بحديث للزميلة رندة تعيدين بالنهار بدنا نغير الطبق السياسي بعد شوي باستثناء فلان بعد شوي. يعني كمان الفرنسي ما عادش عنده مصداقية ما عنده مصداقية شركاء. الفرنسي أنا برأيي عم بيقدم شيء عينه على إيران، عينه على إيران، في مصالحه بدها، المصالح أهم المبادئ عند هذه الدول. نعم. طيب وبالتالي اليوم بوجه سليمان فرنجية، إذا نحن بدنا نعتبر أنه الرئيس بري بكرة بده ينزل ويحدد موعد لجلسة مجلس النواب، مين عندهم قوى المعارضة من اسم؟ ولا بتكون هالقد يعني عم نسمع صلاح حنين، نعمة فريم، جهاد أزعور، قائد الجيش، اليوم مين بدهم يواجهوا قوى المعارضة مرشح الثنائي الشيعي بأي اسم؟ أو بعد ما اكتملت المشهدية؟ هلا تقولي لي الشيعة بيقبلوا بخطة باب؟ قل لك لا. نعم. إذا أنا عندي وراء ما ببيع ببلاش، بدي حقها مفاوض، بدي دفع على الحساب. إنه هلا شو خطة باب؟ وعبارة عن شو هيدي الدفع؟ إنه هلا الثنائي الشيعي عم بيراهن على الوقت، ممكن عم بيراهن مين بيقول أخ، بس البلد عم بيموت قبل ما المواطن يعني قبل ما بالسياسة البلد يقول أخ، البلد ميت على فراش الموت. نعم. وأنا رأيي بالإنعاش إذا أمتي ما بعرف شو بصير. يعني ما حدا عبراهن أنه هلأ عبيلعبوا لعبة الوقت، يمكن الآخرين يقولوا أخ نحن موافقين، عبيلعبوا لعبة الوقت هلأ. ما رح يسلموا. أنا بدي أوصل أنا وياك بالمقابل
بالمقابل الآخرين، وهون يعني هي نقطة ضعف بيلعبوا فيها الفرنسيين، إنه هيدا أسهل شيء نجيب سليمان فرنجية والسفير السابق نواف سلام، مع إنه بتحكي هون بالسفير سلام، المحلات تانية بتحكي عن رئيس تمام سلام. أنا برأيي أبرز المرشحين إذا أراد بتهيب الموقف في يعني شبه إجماع على دوره رئيس تمام، بس هو أنا برأيي عمل رئيس حكومة ليه بده مش راكد ورا منصب، ما هو عم يعرف السياسة، ما الواحد بده يشوف شو الجدوى إذا أجا. بعدين المشكلة ما بتنحل بانتخاب رئيس ولا بتشكي ولا بمرادات الطائفة السنية الكريمة انه مجيب رئيس حكومة. رئيس حكومة بكرة بيجي رئيس جمهور، لا نفترض مش هبقول حقي انا، حقهم هن يحطوا عليه مستفهم. اجى رئيس جمهورية على غرار الرئيس الله يطول بعمره ميشيل عون وقال ما بدي وقع مراسيم حكومة، شو بتعملي؟ وين الضمانات؟ وين الضمانات؟ هيدا اكتر من سلس ضامن، هيدا التلتين الضامن المعطل للحكومة. لا يعني موضوع مش نصوص، موضوع نفوس. هل السياسيين قرروا هيك بحلول عيد الفصح وعلى ايام من حلول عيد الفطر السعيد قرروا هيك يقتلوا بنفسهم او غالبيتهم ويعيدوا النظر بايديهم ويشوفوا مصلحه البلد قبل كل شيء؟ انا برايي هي المشكله. المشكله معنا إدارة سياسية ما في مرجعية. يا عيني حكومة مش هلأ، من زمان ما بتحكي سياسة. يه مجلس نواب ما بيحكي سياسة، مزايدات كهرباء ما في، مي ما في، أدوية ما في، أكل ما في، شو عم يعملوا؟ بيطلعوا على الإعلام